غادي نحاول نشوف اذا يبان لنا شي ربيطه هذاك فيه بطاطا ديال المغرب كله. كاين شي واحد من فوق منك تما ولا شنو؟ هذاك مستبدل مستبدين. اش كلهم الملكيه ديالها؟ كلهم ملكيته. هذه ضوايا دايره هي ضوايا انت ياك؟ ضوايا كلهم ملكيته. واحد ملكيه وحده عندها ملكيه. ما هذه الملكيه ديالهم؟ كاين ملكيه اخرى ديال السيد الاخر. انا راه إذا مساء الخير، مرحبا لكل المتتابعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. ربما أنه ما تتضح لكمش الرؤية أكثر من خلال هذا البث بخصوص يعني الأضرار اللي تسببت يعني لحقت هذا السيد هذا جراء زلزال الحوز. يعني كانت تشققات وتصدعات على مستوى المنزل ديالو، وللأسف يعني تصدعات وتشققات اللي تتشكل خطر بعد ما أنه لجنة جات وقامت وزات وزارت وقامت المنزل ديالو وقفت على الأضرار اللي شكلها، وخصوصا هذا الحائط اللي الناس اللي فوق منه اللي استفدوا الآن يعني من الدعم المباشر كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، يعني استفدوا من الدعم المباشر الموجه للناس المتضررين زلزال الحوز. ولكن لحدود ساعة السيد هذا ما فهمتش اشنو السبب علاش ما تمش ادراجه يعني بالسيستم يعني من الناس المستفيدين من زلزال الحوز المتتبعين. تشوفوا يعني هذه القطره، حجم القطره اللي هنايا في المنزل عنده كما تشاهدوا معنا. ربما نتمنى انه يعني الرؤيه تكون واضحه لكم في هذا البث المباشر. منزل ديالو يعني كله مهدد بالانهيار بشكل مباشر، لانه هما كي تنقولوا دار فوق من دار كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر الان. ولكن لحدود الحال وحدود الساعه ما كانش هناك تدخل. اذا غادي نستضيفوا معنا السيد المتضرر الان من خلال هذا البث المباشر، يعني يشرح لنا كيفاش كانت الواقعه وكيفاش كانت يعني الاخراج من يعني من الحاله ديال الاستفاده بطبيعه الحال من خلال البث مباشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالضبط حنايا الشريف. تفضل. السلام عليكم. الاسم الزراوي الحسن، ساكنه المواسين. اذا تنعتذر لكم من خلال البث المتتبعين، الانترنت طبيب الانترنت شويه ضعيف بزاف. تفضل الشريف. تفضل يعني تفضل هنا. يعني قرب لي شويه من هذا الحال دروك انت اللي عايشه. السلام عليكم. كما قلت لكم الزراوي الحسن من ساكنه مدينه مراكش المواسين درب عزوز. المشكل ان بعد الزلزال لقاني هنايا، وبعد الفاجعه ديال الزلزال اللي تاثرنا بها بزاف، جات واحد اللجنه ودازت هنايا وراقبت هذا الشيء، وبالفعل قالت لي عندك حق الاستفاده، وتسجلت وطلعت في السيستم. بقيت تنسول تيقول يا باقي هو غادي راه طلعتي بالسيستم اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى واحد النهار قالوا لي خصك تعاود تسجل. علاش؟ لان هادشي كاع وقفناه وغادي نعاودو من جديد. فعلا عاود سجلت. باش تعاود تسجلت اتصلت بالسيد القائد، قال لي السيد القائد لا راه واحد كيستافد من الدار. قلت له انا ودي راه كله الملكيه، هما عندهم ملكيه الفوق والدار الثانيه عندها ملكيه ديال مواليها، وانا راهن قال لك راهن ما كيستافدش، مع العلم ان التوصيات والتعليمات ديال سيدنا الله ينصرو محمد السادس، واللي جابتها لنا فاطمه الزهراء اللي هي العمده، وقالت انا فما قالت لك اسيدي كيستافدوا الناس اللي هما راهنين، وكتاكد عليها. والقائد قال لي لا راهن ما كيستافدش، وبقيت نتسنى وديما كنتشكى للمقدم، وكنمشي للمصلحه ديال صلاح جامع الفناء اللي ملحقه، وتنقول لهم اودي انا مهدد انا ولادي. اليوم فاش وقعت شويه الشتاء طاح شويه الشتاء، عندي تهديد كبير في الدار عندي. اتصلت بالسيد المقدم قال لي خرج ولادك، خرجهم خرجهم بعدا، فين غادي نديهم في هذا الشتاء ولادي انايا؟ والشتاء هادي ما عندي فين ندي ولادي. انا دابا انا ولادي بينا هنايا خايفين، والشتاء كاينه. كون كان مثلا شويه الجو سخون كون كان كذا غادي تخرج مثلا للشارع كما خرجنا في الزنزال، دوزنا سيمانه في الشارع ماشي مشكله، ندوزو تا سيمانه جوج سيمان في الشارع ماشي مشكله. ولكن المشكل انا في هذا الجو والبرد القارس وكاين الشتاء والشارع خاوي، فين غادي يمشي؟ فين؟ ما عرفتش فين غادي يمشي. واش هاد الناس ما فهمتش؟ مع العلم ان كاين شي بعض الناس اللي جاتنا اخبارهم. انا المهم عندي واحد المعلومه اللي هي الورقه ديالي شاده عندي، ان مستافدين والله الدار ما فيها شي حاجه، وحنايا الدار اين سقوطها هي ما شادين والو. علاش؟ ما فهمتش. علاش حنايا مش الرعايه ديال سيدنا؟ حتى حنا من الرعايه ديال سيدنا الله ينصرو، وسيدنا كيوصي علينا وكيوصي على الشعب ديالو كيوصي على المواطن ديالو الله يخليه لينا.
وخرج تعليمات ويجي السلطه تقول لك لا راه ما يستافش لي راهن، والتعليمات سيدنا ما قالتهاش. حنا كنتبعوا الوصيه كانت جابت لنا فاطمه الزهراء المنصوري وقالت لنا كيستافدوا، وهذه التعليمات جات عند سيدنا الله ينصرو. وحنا دابا ايام الزنزه قسما بالله العظيم لبنتي ويت باغي نديها للبسيكياتر، باغي نديها عند طبيب نفسي، ولات في الليل ما كتنعش ليا ولات مخلوعة عليا، المرأة كذلك، أنا بنفسي أنايا وليت مخلوع، تنقص باللي بعد كتكون شي حاجة كطيح من الفوق بحال هذا الشكل هذا العديد هنا ديال عندي بارش هنايا، كطيح لي شي حجر، كيطيح حجر من الفوق دابا، الفوق كله رايب فوقها كاع في السطح رايب، كطيح حجرة تنوضو نجريو مخلوعين، تنقول كلشي غادي يريب، عايشين في واحد الرعب كبير، والسلطات بغات تستجب لينا، أنا ما كنحملش مسؤولية السلطات المحلية، لا. كنشوف انا اللي كيتحمل المسؤوليه شكون فيهم، والسلطه المحليه او المهندس او التقني اللي جا، انا ما عرفتش، لان اللجنه الاولى اللي جات عندي اللجنه الاولى قالت لي هذا الشيء راه خطير راه خاصك تستافد، وفعلا سجلاتني ومشيت لقيت راسي بستيستيم لقيته. المره الثانيه جا واحد ما عرفتش شنو واش خبير او مهندس معماري ما عرفتش، جا دخل للدار حدو دخل هذا البيت هذا قال لي كيفوا له هذا الشيء وخرج، فاش بغيت نوري واحد البيت صغير هنايا وعندي تحت فيه كلشي طايح فيه راه هو قال لي لا كيف والو هادشي غادي نشوفو دخل وخرج دغيا سجل لي الاسم ديالي وشخصي والعائلي ورقم البطاقه الوطنيه والعنوان ومشى بحياته ما هادشي اللي وقع. نعم ودوكا ملي جات هاد الشتا هادي يعني تنشوفو الضرر تزاد دابا لانه كاين تشققات دوك عندك تشققات في المنزل عندي تصدعات وتشققات وعندي واحد الحيط أيل السقوط حاليا وتيهدد وسط الدار هنايا انا جاي في هذا الحيط هذا يقدر نكون جالسين انا ولادي هنا ويطيح علينا هذا هو المشكل العائق الكبير مع العلم ان هاد لافاس هاد الجهه على الجهه اليسرى ديالي كلها غادي تطيح لانه محموله وكلها غادي تطيح وكاين تهديد للسياح الاجانب اللي كيسكنوا في هاد الرياض وكيسكنوا في الرياضات لداخل وهذا هو الممر ديالهم الوحيد يقدر هاد الشيء يهبط وتكون كارثه عظمى كارثه عظمى غادي تكون وحنا مش نوصلوا لهذا الشيء علاش مشينا كتصلت بالسلطات المحليه تنقول لهم الله يخليكم راه غتوقع شي كارثه هنايا وشكون غيتحمل مسؤوليتها في الاخر انا تنبههم عييت ما نبه بهم انا مهدد كتشوف بان الخطر كاين في وسط الدار يعني كاين تشققات ودوك القطره في وسط الدار يعني البيت وفيه القطره دابا دابا هذا هو المشكل العائق الكبير انا البيت مهدد الدار كلها مهدده هو كلشي حوايجي مشاو ليا كشتوهم كي دايرين سجلوا الحوايج اللي غادي يمشيو ليا بيت على كملوا مشاو ليا حوايجي مشاو ليا بيت الصالون كله مشى ليا مشى ليا بيت الصالون مشى ليا هنا وسط الدار هذا البيت هو مهدد عندي في بيت خول مهدد الكوزينه مهدده هذاك دخل ليا الماء من هنايا من الدار الفوقانيه دخل ليا هنايا لهذا البيت والكوزينه وهنا عمر ليا بالماء وديما انا عايش في رعب وعلاش ما عرفتش علاش طلعت في السيستم المره الاولى طلعت في السيستم المره الاولى وبقيت فجأة اللجنه الاولى ديال الزنزال سولوني في لقاك الزنزال قلت لهم هنا في الدار وبقيت ها هما باقي التراب باقي كل شيء وعندي الشهود ديال الجيران الى اخره والشهود هما نيت الوغ فاش جيت اسيدي جات اللجنه راقبات قالت لي عندك ضرر سجلتني سجلت الضرر اللي عندي مشيت السلام عليكم السلام للسيد المسؤول تما في الملحقه الاداريه قال لي الله يخليك راه سميتك كاينه غتسنى واحد شويه راه كاين واحد الضغط دابا وكاع على السيستيم راه غادي توصل بالمستحقات ديالك باش تكريت انت وتخرج من هذه الخطوره هذه تحيد من هذا الخطر هذا راه غادي تستافد بحالك بحال الناس بقيت تنتسنى واحد المده واحد الوقيته قال لك راه غادي نعاودوا التسجيل لان وقعت خروقات كذا كذا ما عرفتش الخروقات اللي وقعت داخل ما عرفتش الخروقات منين كاينه المهم هما تيقولوا كاينه خروقات بغا يعاودوا التسجيل اعاده التسجيل هذا الشيء من بعد الزنزال دازت 10 ايام بعد الزنزال جات الجلسه الاولى من بعد تقريبا شهر و15 يوم او شهر و20 يوم جا واحد ماشي لجنه غير واحد اللي جا ايوا فجاه تسجلت من جديد عاود سجلوني للاسف مشيت قال لك اسيدي ما كاينش ما غاديش ما يمكن تستافد وانا ندخل ما تستافدش المره الثانيه قال لك ما تستافدش قلت له ما طلعت في السيستم قال لك طلعتي المره الاولى المره الثانيه ما كاين شيء علاش قال لك واحد اللي كيستافد قلت له ما كلا الملكيه ديالو ولا تحت هي الدار تاع انايا انا واخا نمشي المهم قال لي انت راهن فيها مول عليه انا
لا هو الفوق ولا التحت دار كاملة. دار كاملة هذه فوق والتحت. ويقول لي لا المشكل شوف كي دير دابا ما شوف مع راه نعطيك فلوسك تيك واش انا راه يعطيني فلوسي لو ما موجودينش نبقى انا هنا نتلاوح. قال لي يا سيدي راه ما كيشدش. قلت له ودي كاين تعليمات ديال سيدنا الله ينصرو راه قال لك ترى انت يشد. اذا فاطمه الزهراء ما يمكنش تكذب عندنا عمده ديال البلاد ومسؤوله. واش مسؤوله غتخرج تجيب شي تصريحات اللي ماشي هي هذيك ديال سيدنا؟ ما يمكنش. هاد السيده راه عمده وفيها الثقه راه قالت لنا استفاده كيستافدوا اللي راهن وكتاكد عليها وعندي التسجيل ديالها فاش قالتها في قشيش داخل المخيم اللي كان في قشيش قالتها بحال هكا واكدت عليها. وقال لي صافي هادشي كاين قلت صافي زدت حالتي انا بقيت نتصل بالمقدم تنقول الله يستر عليك شوف فيها شي حل شوف فيها شي حل شوف فيها شي مأوى شوف فيها شي حاجه المهم لقاو شي حل انا مهدد والو. ومؤخرا اليوم اتصل بالمقدم شتا خيط من السما قال لي واخا خرج من الدار الا كانت بغات تريب خرج منها. قلت لي فين غنمشي في هاد الشتا والبرد فين غنمشي ما عنديش فين نمشي ولين فين غنمشي في هاد الشتا والبرد خرج وادي الشارع في الشتا والبرد ما عرفتش غادي ندير. الا بغانا نموتوا هنا اللهم اني قد بلغت لا متنا راه كيتحملوا مسؤوليه تحت الدار كيتحملوا مسؤوليه. انا عييت ما نطلع ونهبط تنطلع تنهبط تنطلع تنهبط عييت راه كيتحمل كنحمل مسؤوليه مسؤوليه. شنو الرساله ديالك انت؟ الرساله ديالي انني راه ماشي موظف الدوله اولا عندي واحد الدار ولا عندي شي ملكيه ولا عندي شي ورث ولا عندي شي مدخول قار ولا راه ما عندي والو. انا ود باب الله انا ود باب الله ما يمكن لياش بغا يلقاو شي حل الله يجازيهم بخير ما بغاش يلقاو شي حل راه عرفوا بان هادشي غادي ينهار وغادي ينهار عليا انايا ومواطن مغربي. والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا اللي كيفكر في الفقير وتيفكر في المواطن ديالو وفي الرعايه ديالو. الله يجازيكم بخير لقاو لي حل في اقرب وقت قبل ما يوقع شي كارثه لا ليا لا لبرا راه تنأكد عليها ليا والبرا. البرا راه كاين السياح تيدوزو من هنايا كاين رياضات هنايا راه غتوقع شي كارثه عظمى والله اللي كتبها ما بغيناهاش ما بغيناش شي كارثه توقع. راه بلادنا بلاد السلم والامان راه احسن بلاد راه الله ينصر سيدنا عطينا الامن في بلادنا وعطينا الحقوق ديالنا. هاد الناس الله يهديهم علاش يديروا معنا هاد الشيء هذا علاش؟ ما شاء الله يعني كلامي بقى ديالنا كلامي بطبيعه الحال. شكرا شكرا لك يعني الرساله وصلت. قلت لي هنا فين بالضبط؟ سبتين مواسين درب السنان درب عزوز درب عزوز. اذا كما تابعتم معنا متتبعينا فاحنا في درب المواسين في المواسين درب عزوز كما تشاهدوا معنا الخطر يلاحق هذا السيد هذا بعد ما تم ادراجه في السيستم كما تشاهدوا معنا في هذه اللحظات. فهذا الحيط هذا اللي محمول عليه كما تشوفوا مهدد بالانهيار بالاضافه للمنزل ديالو يعني تيحمل مجموعه ديال التشققات والتصدعات لشي شويه صعيبه وصعيبه جدا وللاسف. فهنا دائما انبه واشير الى يعني الناس المستفيدين من زلزال الحوز تنقولها ونعاود نقولها الناس المستفيدين الملفات كيفاش تم معالجه هذيك الملفات. فعلا كانت هناك مذكره ديال الداخليه عفوا تشوفوا هذه القطره اللي نازله لي في وسط البيت ديالو في وسط البيت ديالو يعني حوايجه كلهم فسقوا يعني كانت مذكره ديال وزاره. اذا تنتمنى من خلال هذا البث المباشر الان انه يكون شي تدخل حازم في هذا الامر هذا ويتم التدقيق والفحص يعني بخصوص يعني التدقيق ومعالجه الملفات ديال الناس يعني كانت مراجعه ديال وزاره الداخليه في هذا الامر هذا بخصوص انه اعاده النظر في الملفات ديال المستفيدين. فبالتالي يعني من يتحمل المسؤوليه واليوم الخطر يشكل يعني تتعيش هذه الاسره كحال مجموعه ديال الاسر الان على مستوى مدينه مراكش الان يعني اللي رجعوا بعد كانوا في مكان يعني تنعتذروا لكم على الانقطاع المتكرر لانه احنا في المدينه قديمه. فتنتمنى انه المسؤولين يتدخلوا ويكون هناك حل جذري لهاد الناس هادو الان اللي متضررين بشكل كبير. يعني هذه رساله لكل مسؤول وعلى راسهم الوالي جهه مراكش اسفي فريد شراق انه يتم التدقيق والفحص ويعني ومراجعه الملفات ديال المستفيدين بصفه عامه على مستوى يعني الناس اللي خصهم الان يستفدوا من خلال الدعم المباشر المخصص اللي عطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. ما بقى لنا نشكركم شكرا لكم. نتمنى انه من الجهات المسؤوله فعلا خويا عبد الرحيم انا تدخل ويكون واحد الحزم ويكون واحد الجديه في معالجه ودراسه الملفات بصفه عامه. شكرا لكم على حسن المتابعه الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي. لا تنسوا